أحلى مساء على كل اللي بيسمعنا. لو أنت ما تعرفش تفاصيل الخلاف بين المنتج الكبير جمال العدل والفنانة التونسية سارة التونسي، تعال وأنا أقول لك الحكاية. انفعلت الفنانة التونسية سارة التونسي على المنتج جمال العدل بعد تصريحاته الأخيرة ضدها في برنامج حبر سري، وكلامه حوالين أسباب استبعادها من مشاركة الفنانة يسرى في بطولة مسلسل حرب أهلية واستبدلها بالفنانة أروى جودة، غير إنه في معظم اللقاءات أقسم إنه ما كانش حتى فاكر اسمها وإنها مش ملتزمة بموعدها. وقالت سارة التونسي في منشور طويل كتبته على الفيسبوك بترد فيه على تصريحات المنتج جمال العدل وبتكذبه في كل اللي قاله، وكتبت: أستاذ جمال العدل، أنا ما كنتش عارفة أني مضايقة حضرتك قوي كده، خصوصا بعد ما كسبت القضية ضد شركة العدل جروب وحضرتك خسرت قضيتك ضدي، بس ياه أنت لسه فاكر، ده عدى على الموضوع وقت طويل قوي، يجي سنتين كده وانا والله حتى نسيت الموضوع، بس دي والله بجد مش زي بتاعت حضرتك، واشتغلت في بلدي وكسرت الدنيا، ولو عايز اشتغل في مصر هشتغل، اصل مصر دي كبيرة قوي، يعني اكبر من حضرتك ومن اي حد. ولا يا استاذ جمال، هو انت مش اسمك برضو استاذ جمال؟ والله عيب على سنك وتاريخك كمية الكذب اللي انت بتكذبه بخصوصي على الهوا كده، بس مش تاريخك كله يعني، وكمان حركة انك نسيت الاسم دي بتقلل منك مش مني. بلاش اقولك شكلك كان عامل ازاي وانت بتحلف انك نسيت اسمي، وعملتها قبل كده في اعلان بلدي التونسي وترد عليك رد عظيم من المذيعة التونسية اللي كانت بتحاور حضرتك. اما بقى عن تصريحاتك بان سارة بتعيش دلوقتي برا مصر، على فكرة انا ما طلعتش برا مصر، انا عندي بيت في مصر بزوره كل شهر تقريبا، وبختار اشتغل في ايه وما اشتغلش في ايه، بس يا استاذ جمال انا اخترت اركز في تونس وعملت بطولة مسلسل تونسي كسر الدنيا السنة اللي فاتت والاعلام العربي كله اتكلم عليه، ويمكن عشان حضرتك افتكرتني تاني فجأة، ده لو كنت اصلا عرفت تنسى الدرس. وان شاء الله هيكسر الدنيا في الجزء التاني السنة الجاية. انا اكبر من اني اشتغل في اي عمل وخلاص، عشان بس اقول ان انا موجودة، وده من زمان وانت عارف كده كويس، واتكلمنا فيه لما حضرتك طلبت تقابلني في مكتبك عشان كنت عايز تمضي معايا عقد لثلاث سنين، وبعد ما نجحت في دوري بشخصية شيرين في مسلسل بميت وش بأمارة ما قلتلي أنا محتاج روح جديدة ودم جديد عشان اللي عندي في الشركة خلاص كبروا، وقلت كلام تاني كتير عنهم في غيابهم، ولا حضرتك نسيت دي كمان؟ يوم أنا قلت لنفسي اللي يتكلم كده عن ناس اشتغلت معاه سنين كتير يخوف بصراحة، ورفضت أمضي مع حضرتك العقد ده يا أستاذ يا اللي ناسي اسمي، غير إن أنا عندي كلام كتير قوي وخطير ممكن أقوله بخصوص حضرتك، بخصوص اللي أنت قلته في برنامج حبر سري، بس للأسف عندي تصوير ومش فاضي الكلام حضرتك، ده غير كمان حزني على اللي بيحصل دلوقتي اللي مخليني مستدفية أطلع ورد على الحاجات دي. وفي النهاية وجهت شكر للجمهور وشكرا لكل اللي متابعيني وبعتولي الفيديو، أصلي مش متابعة حضرتك ومفيش سبب يخليني أتابع حلقة بتستضيف شخص أنا أعرف عنه كتير، بس اخترت أسكت وما طلعش في الإعلام وخلي القضاء هو اللي يقول كلمته والحمد لله. وقالت حضرتك لا اتعصت من عقاب ربنا لما استوديوهات ومخازن العدل جروب اتحرقت، ولا اتعصت من إنك خسرت القضية وأنا اللي كسبتها والحمد لله، ولا اتعصت كمان من اللي بيحصل الأيام دي. بصراحة يا أستاذ جمال مش عارف أقول لك إيه، وبصراحة كمان ولا عندي وقت أقول اصلا، وكفايه عليك المشاكل اللي انت عاملها مع نص ممثلين مصر. لو عجبتك الحلقه دي قول لنا رايك في الكومنتات، وقول لنا رايك في الخلاف بين الفنان جمال العدل والفنانه التونسيه ساره التونسي، وما تنساش تتابعوا صفحاتنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك كمان، واعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. اعد واقدم لكم الحلقه عبد الله محمد، ومنتجها لكم احمد غزال، برنامج يا خبر مسرح نهاد صليحه.